عبر الهاتف من طرابلس مدير المركز الليبي للثقافات المحلية السيد توفيق الشجروني، أهلا ومرحبا بك. بداية، تناولنا من خلال التقرير السابق عادة أسطول مزيغية، وأكد المتحدثون كما تابعنا في هذا التقرير على علاقتهم بالبحر، فإلى أي مدى يعتبر توريث هذه العادات الأجيال الجديدة مفيدا وذا قيمة سيد توفيق؟ نعم، هل انت على الاستضافه برضه لو فيكم؟ نعم تفضل. حقيقه نقطه على مثل هذه المواريد شيء مهم جدا. وفي ليبيا احنا عندنا العديد من المواريد اللي مثل مراحل حياتنا في كل وفي هذه العادات اعتقد انها من الاشياء الجميله على الجيل الجديد خاصه في طبيعي الحياه تفرض بعض الظروف الكثافه. نعم سيد توفيق تفضل. تفرض علينا في تغييرات اجتماعيه كبيره، ولكن محتاجين ان نعلم عيالنا القادمه واطفالنا هذه العادات لتستمر اطفالها وتستمر توطيد الاطراف اللي في حياه عميقه. طيب سيد توفيق، يعني مع الحداثه التي يشهدها عالمنا اليوم، نلاحظ قله دراية الأجيال الجديدة وضعف ارتباطهم بثقافة الماضي، وربما لدخول التكنولوجيا واهتمام بها أكثر، ترى ما السبيل لتدارك هذا المأزق الحضاري أستاذ توفيق؟ نعم بالنسبة لموضوع الحداثة والتلاؤم ما بين الحداثة والموروث الثقافي، يقع فيها هذا العائق للمفكرين الدرجه الاولى او المثقفين. كيف يمكن ان نجعل المكتب محدد، بمعنى تطوير التراث اللي يتناسب مع ظروف حياتنا اليوميه وظروف معيشتنا، وكيف نطور هذا المولود بحيث يتلائم حياتنا اليوم؟ لان احنا عندنا اشكاليه، اذا كان بخينا في موضوع التراث والمحافظه على التراث بدون تجديد حنصبح من الماضي ونصبح بعيدين عن الواقع. اذا احنا محتاجين لعمليه موازنه وربط ما بين القديم والحديث، وهذا يعتمد على تطوير بافكار جديده باساليب جديده بارضى في كتب في المناهج بطريقه محدده بعده وسائل. طيب كيف يمكن توظيف الامكانيات الهائله للتقنيه في مجالات البحوث التراثيه للحفاظ على موروثنا استاذ توفيق؟ سالتك كيف يمكن ان نوظف الامكانيات الهائله للتقنيه يعني في مجالات البحوث التراثيه للحفاظ على موروثنا؟ التقنيه مهمه جدا، اذا كان سالتيني على التقنيه في الحفاظ على الموروث التقنية في المحافظة على الغروب مهمة في جودة الأفكار اللي ممكن الاستعانة بها. يعني مثلا جهاز الكمبيوتر بإمكانك زي اللي تستعمل فيه ألعاب، بإمكانك أن تضع فيه برنامج يختار عادات أو ألبسة أو أمثال أو التقنية متوفرة بحيث أنه ممكن استخدامها في كل شيء. المسألة تبقى في جهد الفرد في إيجاد هذه. طيب هل يمكن القول بأن التراث مهدد بالاندثار ربما إذ ما استمرت موجات التغيير دون موازنة بين الحداثة والمحافظة على ما نملك من إرث أستاذ توفيق؟ هل ما زلت في الاستماع أستاذ توفيق؟ نعم سألتك. نعم الحقيقة أن عملية الخطر على التراث قائمة في كل لحظة. نحن مثلا خطر على الآثار، في خطر على التيارات الغربية أو التيارات الغير دينية التي تدخل في نفيذ كعادات وتقاليد الواحد. إذا هو الخطر دائما قائم. المسألة تأتي إذا في المناهج التعليمية للأطفال، للمدارس، للجامعات، كل ما اهتمينا به المحلي الوطني الليبي
وكل ما غرسنا في انفس اطفالنا وشبابنا واجيالنا القادمه بهذا الشكل. لان نحن نعيش في قريه صغيره الان، العالم يعيش في قريه صغيره. اذا التاثيرات الخارجيه حتاتي من كل حد وصوب علينا. قوتنا احنا الداخليه في حفاظنا على هذا الموروث هي اللي التاثيرات الخارجيه الاخرى. طبيعي مع هامش ان لا مانع من الانفتاح على الثقافات الاخرى والتعلم منها والاستفاده منها، ولكن بالمقابل حتى احنا لازم نستمر في اعطاء الغير ثقافتنا وتوجيهها المشروعات. نعم وصلت، نعم وصلت فكرتك أستاذ توفيق الباحث في التراث. كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الشقروني، شكرا جزيلا لك.